الله تعالى ما تتخاف من أقوم مقبل الإنسان في المسكين والمسكين مورقين ومنفقين بلا حميرة بلا بيض مكون الاقتصاد يوم في الفرق. نتبعوا معي الفيديو حتى الأخير إن شاء الله تعالى. غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير هي مقادير بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت. عندنا نص كيلو ديال الطحين مع نص معلقة صغيرة ديال الملحة، وعندنا 75 غرام تاع الزبدة، وعندنا كاس ديال الحليب. هذا بالنسبة للعجين. بعد ما كنعجنوها كنحتاجو المايزينا للتوراق، كنحتاجو العسل الزيت بالنسبة للقلي، والعسل بالنسبة للتعسال، وكنحتاجو المدلك باش كنطلقو هاد العجينة ديال. اذا هذه هي المقادير، هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجوها. نمروا للاعداد ان شاء الله. اذا اخواتي غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخذ داك الدقيق ديالنا كنديروه في القصرية اللي غادي نعجنو فيها، كنزيدو عليه كنزيدو عليه داك شوية ديال الملحة، كنخلطوهم شوية، وكنزيدو عليها ديك الزبدة ديالنا، وكنحاولو نحضرو بها واحد العجين مرمل. اذا غادي ندخل داك الطحين مع الزبدة مزيان، وعاد من بعد غادي نضيفو لها الحليب ان شاء الله تعالى. اذا هانتوما تشوفوا اخواتي، بعد ما حصلنا على داك العجين المرمل، دابا غادي نبداو نزيدو عليها الحليب بشويه بشويه، وعينينا ميزاننا. اذا حاجتنا في واحد العجينه اللي تكون مجموعه مقاسها مرطبه يعني بين وبين. اذا بالنسبه لنوعيه الطحين، كان الطحين اللي تيكون حرش من الاحسن تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات باش تجيكم العجينه بالقوام اللي حنا محتاجين به. اذا حنا تنعجنوا وحنا تنلاحظوا، ومن بعد غادي نقوموا بالدلك ديالها. كما كتشوفوا مقادير بسيطه جدا، ولكن النتيجة إن شاء الله تتكون هائلة. إذا كما تتشوفوا معايا، هذه هي العجينة اللي حاجتنا فيها، ما قاصحاش وما رطباش. إذا غادي نحاولوا ندلكوها مزيان، غادي ندلكوها مزيان، من بعد غادي نقسموها ونحتفظوا بها في الثلاجة لواحد المدة نتاع نص نهار ولا ليلة كاملة على حسب الحاجة ديالكم نتوما بهاد الغذاء هذا. إلا كنتو مزروبين عليها يمكن لكم تعجنوها في الصباح وفي العشيه تقوموا تطلقوها، كنتو ما محتاجينش يعني من الاحسن تخليوها ليله كامل. اذا بعد ما دلكتها تقريبا واحد 5 حتى 6 دقائق، قسمت العجينه ديالي على جوج كما تتشوفوا. اذا غادي نديرها في الغشاء بلاستيكي وغادي نخليها في الثلاجه ونخليها ترتاح اطول مده ممكنه، ونتلاقاو في المرحله المواليه ان شاء الله تعالى. لما خليناها ترتاح اطول مده ممكنه في الثلاجه، غادي نزيد العجين ديالنا، غادي نزيد غير كويره وحده الاخرى غنخليها على جنب. اذا في هذه المرحله غادي نحتاجوا المايزينا، ونحتاجوا واحد الكميه وفيره يعني نكونوا سخيين بزاف. اذا غادي نطلقوا، غادي نبداو تنطلقوا فيها بالمدلك. بسم الله. بقاو نطلقوا فيها، حنا كنزيدوا في ديك مايزينا حتى نحصلوا على واحد العجين اللي يكون مطلوق ومورق، تيبدا يبان لنا السطح نتاع المكان اللي كنشتغلوا فيه. ها كنخدمو وحنا كنديرو مايزينا. هانتوما تتشوفو الشكل ديالها قداش ولا كبير. اذا كنبقاو نطلقو فيها حتى تتولي رقيقة بزاف. نشوفو السمك ديالها رقيقة باش ما تجيناش معجنة من الداخل. دابا غادي نلفوها. اذا اخواتي بعد ما طلقناها مزيان، غادي نعاودو نديرو لها واحد الطبقة نتاع مايزينا. اذا الغرض من هذه المايزينا هي انها ما تتعجناش من الداخل، وفاش كنطيبوها تتجينا مغلقه مزيان من الداخل. اذا كنحاولوا نطلقوها مزيان، ودابا غادي نبداو نلفو فيها. بسم الله. كنحاولوا نمشيو بطريقه متساويه وحنا غاديين وحنا كنلفوها، ما تطلبش واحد الوقت طويل ولا مجهود كبير، تتجي سهله. اذا كنلفو 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 حتى الاخير، وفاش كنوصل لهاد الطرف الاخر هذا كنديرو فيه شويه د الماء باش ما كتحناش وحنا كنطيبوه. اذا اخواتي كنستمروا في اللف كما قلت لكم، فاش كنوصلوا لذاك الجزء الاخر كنحاولوا نديرو فيه شي شويه د الماء باش كيلصق وما تيتحناش ملي كنقطعوه، غير شي شويه. اذا صافي كنلفوها، كنضغطوا شي شويه. اذا بالنسبه لهاد الجوانب هادو الا بغيتو تخلصوا منهم، وكنخليو غير القطع المتساويه. اذا كنخليوها تترتاح شويه بعد ما يعني ما يستيلصق هذاك الجزء الاخير، وغادي نقطعوها ان شاء الله تعالى.
اذا كما تلاحظوا معايا شكلنا جوج ديال الحريبلات. اذا غادي ناخذوا هذه القطعه الاخرى اللي عاد سالينا غادي نحطوها على جنب وغادي نمروا لديك القطعه الاولى ونحاولوا نقطعوها قطع متساويه. اذا ما صغيره ما كبيره. ثم يكونوا قطع متساويه. اذا تتمكملوا هاد العجينه ديالنا كامله. اذا هذا هو الشكل ديالها. اذا هانتوما تتشوفوا كي تتجي دايره من الداخل تتجي مورقه. اذا في هذه الفتره هذه غادي ناخذوا المدلك وغادي اذا ماشي بهذه الطريقه. اذا على الظهر ديالها غادي ناخذوا المدلك وغادي نبزطوها مزيان. شوفوا كي تتجي. نوريكم قطعه ثانيه. اذا كنحطوها وكناخذوا المدلك ديالنا وكنبزطوا عليها مزيان تنضغطوا عليها بطريقه هكا حتى تخرجوا دوك الجنيبات ديالها. نوريكم واحده اخرى حتى ماما المس. اخواتي بغيت نوريكم الطريقه ديال اللي حصلنا عليها قبل ما نقليوهم. اذا كي تتشوفوا ها هما طلقناهم بايزينا وقطعناهم. اذا تشوفوا دوك الجنيبات خصهم يجيو خارجين. اذا دابا غادي نبداو نقليوهم. غادي نديروا الزيت تسخن وغادي نمروا لعمليه القلي. اذا هذه الكميه اللي وريتكم عطاتني 44 حبه. اذا كانت العائله ديالكم كبيره حاولوا تضاعفوا الكميه. اذا ودابا اخواتي فهاد الاثناء غنبداو عمليه القلي. اذا كما تشوفوا ها هما الرغيفات ديالنا هنا عندنا حمام الزيت. اذا درتها تتسخن ولكن بمجرد ما تتقبض السخونيه وتتسخن مزيان كنقصوا عليها باش ديك الرغيفه ديالنا ما كتحرقش وتطيب مزيان من الداخل. اذا نقدروا كاع نطفيو عليها حتى نشوفوا الى انها بردت. اذا دابا هي غادي تسخن مزيان ومن بعد غادي نطفيو عليها. ثم هنا عندي العسل. اذا غادي ندفيه شويه باش يتغلغل في الوسط نتاع الرغيفه. وعندي هنايا واحد الشبيكه ولا صفايه باش يهبط منها العسل ديالها. وغادي نبداو على بركه الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا غادي نديروا اللويله. الاحسن ما نجهدوش العافيه. اذا كي تشوفوا دابا هي سخونه. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نطفي عليها العافيه ديالها وغادي نخليها تطيب على المهل. ما نزربوش عليها باش ما تتشلهبش وتجي طايبه مع برا ومن الداخل معجن. اذا هانتوما تلاحظوا بما ان الزيت سخونه بزاف اذا واخا طفيتها هي باقا تتحمر. اذا هذه عمليه القلي ما تطلبش منا واحد الوقت طويل واحد 5 حتى 6 دقائق حتى نتاكدوا بانها طابت وخصات اللون اللي كيناسبها. بعد غادي نديروها في العسل. اذا كما تلاحظوا معايا هنايا ها هي دات كتنفخ شويه. اذا غادي نحاولوا نقلبوها ودابا غادي نحاول نشعل العافيه مره اخرى ولكن قليلة وعيننا عليها. اذا هي تطيب وحنا كنقلبوا فيها شي تخليها طيب من جوج ديالها. اذا هذا هو الاول اللي حاجتنا به. انتما تتشوفوا راه محمره من الجوانب بجوج. اذا غادي نبداو نزودوا فيها نقطروها حول مزيان من الزيت وندوزوها مباشره للعسل. اذا العسل خصنا نكونوا سخناه اولا دفيناه شويه باش كتشربوا وتجينا معسله على حقها وبركه. نحاولوا نخليوها بضع دقائق على ما تتشد مزيان عاد كنصفيوها ونقبلها بالصحه والعافيه ان شاء الله. اذا ها هي بعد ما حمرناها وعسلناها كنديروها في هذه الشبيكه هذه باش داك العسل اللي فوت منها تتخلص منه. هانتوما تشوفوا كيف تجي منتفخه ومحمره. اذا نتوما على حسب اللون اللي كتفضلوا لان هذا هو اللون اللي كيعجبني. دائما كندير بهذه الطريقه. تمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله. اذا اخواتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا تبعتوا معايا المراحل خطوه بخطوه. ثم تشوفوا كي تجي مورقه من الداخل ما تجي لا معجنه لا والو. ثم تشوفوا نحاول نوريكم تجي مجعده من الداخل ومقرمشه ومعسله. اذا غير تبعوا النصائح اللي عطيتكم والى فرصه قادمه ان شاء الله تعالى.